بسم الله الرحمن الرحيم. Our the, we are now in the third and the last part of this exercise, referring to worksheet, consolidated worksheet, beginning from consolidation entry S, that take it as the same 420-20, ما فيش تعديل فيه. اللي موجود عندنا اللي هو خاص بال owner's equity مش موجود غير ال common stock و ال return earnings at the beginning of the year. هيبقى نيجي قدامها اهو وخط صغير هنا 500,000 ونكتب هنا S 500 ونيجي قدام return earnings S the same amount 1,000,000 955,000. حاول نصغر الخط شوية. علشان يكفي. اهو. 1,000,000. سوري. ومليون يعني بنكتب برضو اس ومليون 955,000 اس. And the total should be recorded closed in investment in Matthias consolidation entry S. التوتال بتاعهم اللي هو هيبقى قدام investment in Matthias اهو اول amount بتعمل close فيها هنا بيبقى في الكريدت زي ما احنا عارفين التوتال of S 2,455,000 2,455,000 ده بالنسبة لمين؟ لـ S. فيما يتعلق بـ A هناخد الـ amount الجديدة اللي احنا كنا حسبناها اهو بالنسبة لـ consolidation entry A اهو هناخد دول بتوع consolidation entry A يبقى embedding technology debit patent debit بالأماونت ده ولونج تيرم ماينس هيبقى الاتنين دول debit وده هيبقى اللونج تيرم برضه هيبقى هو أصلا كريدت هيبقى debit والجود ويل هتتسجل في مكانها بالأماونت دي كلها ويبقى closed في investment in Matthias هيبقى الاماونت ده كله اللي هو الايه الكريدت. نروح كده للورك شيت هنبدا باول حاجه بالامبيتنت تكنولوجي حط الاماونت بتاعها اهو يبقى هنا ايه تو مليون امبيتنت تكنولوجي نتاكد من الاماونت بس 700,000 والباتنت الأول 2,250,000 الخط صغير بس عشان يكفي مش قادرين والامبيتنج تكنولوجي هتبقى ايه 700 طيب نحاول نمسحها تاني عشان نلحق نظبطها يبقى قدام البيتنت هيبقى ايه 2,250,000 امبيتنج تكنولوجي هيبقى ايه 700 والجودويل هتبقى ايه
675، وقدام اللونج تيرم ديبت هيبقى برضو هتبقى هي اصلا اللونج تيرم ديبت هتبقى ايه 80، باعتبار ان اللونج تيرم ديبت بنعمل سبتراكت منه لونج تيرم ديبت هتبقى ايه 80 اهو قدامها 80. طبعا كل الكلام ده كنا لازم نكون عارفين الانترست من قبل كده عشان ما نضطرش نكتبه. طيب والتوتال بتاع ده كله هيبقى كلوز في انفستمنت ان ماتياس ايه، التوتال زي ما قلنا هو 3,545,000. ده بالنسبة لمين؟ لإيه؟ بالنسبة بقى لآي، نشوف الآي حسبناه اللي هو بتاع الإيكويتي سبسيدري إيرنينج أهو 635,000، بيبقى ديبت الإيكويتي والكريدت انفستمنت ماتيس بالأماونت ده أهو، يبقى قدام إيكويتي إن سبسيدري إيرنينج ان مات ادي اي 630,000 وانفستمنت ان ماتياس اي كريدت 630,000. ده اي زوديشن انتري دي اللي هو خاص بالديفيدنس، يبقى بناخده نفس الاماونت زي ما هو، بس بدل ما يبقى ديبت بيبقى كريدت. برضو بنقول هنا قدامها كريدت اهو دي بالفيفتي، وهنا هو برضو انفستمنت ماتياس بتبقى ديبت في الحاله دي، بتبقى ديبت زي ما احنا عارفين من الانتري. هيبقى هنا دي ان انفستمنت ماسس ديبت وديفيدنس كريدت 50. يفضل لنا كونسوليديشن انتري اي. كونسوليديشن انتري اي الخاص بالامورتايزيشن اكسبنس في 3 اكونتس او 3 اماونتس. لو رجعنا للسكادول الخاص بهذا الكلام نروح للسكادول، اهو هيبقى انا عندي الامورتيزيشن اكسبنس فور امبيدد تكنولوجي والبيتن، ودول الاثنين امورتيزيشن هيتاخدوا مع بعض التوتال بتاعهم 350. وهنا هيبقى اللي بيتعمل بيه كلوز اكونت اسمه انترست اكسبنس اللي هو الفايده بتاع اكسبنس اوكي. فالتوتال ان الاثنين دول امورتيزيشن اكسبنس ما فيش ديبريسيشن. التوتال هنا اللي هو بتاع الاثنين مع بعض 350,000، دول بيبقوا ديبت والتو اكونتس دول كريدت. الامبيدد تكنولوجي كريدت بال 100,000 والبيتنت بال 250,000. يبقى التوتال ده قدام الامورتيزيشن اكسبنس هيبقى هيبقوا ديبت، تمام هيبقوا ديبت حسب الانت زي ما احنا عارفين، وهيبقى كريدت التو اكونتس الامبيتد تكنولوجي 100 والبيتن 250,000. بالنسبه لللونج تيرم ديبت ال 20 دي لانترست اكسبنس هتبقى كريدت، لان اللونج تيرم ديبت بنعمل سبتراكت من الاكونت بتاع اللونج تيرم ديبت، والانترست اكسبنس باعتبار انها لونج تيرم ده لايبيليتي على الشركه التزام، فده بيبقى كريدت واللونج تيرم ديبت هيبقى ديبت بالكلام ده.
يبقى كونسوليديشن انتري اي هيبقى بالوضع ده في الورك شيت. هيبقى اولا قدام الامورتيزيشن اكسبنس هنحط اي امورتيزيشن اكسبنس اي 350,000 كذلك الانترست اكسبنس هيبقى كريدت لان احنا قلنا لان ده خاص باللايبيليتي هيبقى انترست اكسبنس كلوزنج بيتقفل الاي قدام انترست اكسبنس ادي الانترست اكسبنس ونقوم حاطين هنا اي 20,000 نعمل كلوزنج بقى للامورتيزيشن اكسبنس اول حاجه في الانبيتن تكنولوجي هتبقى اي 20,000 برضو اي بالنسبة للبيتنت الاي بتاعتها 250,000 وبالنسبة للانبيتن تكنولوجي 100. اوكي طيب اللي هما التوتال بتاعهم اللي فوق تمام كده. وهنيجي قدام اللونج تيرم اللي هي ال 20 اللي هيبقى ديبت بيها اهو اي 20. طيب بعد كده المفروض ان احنا بنعمل تجميع. بالنسبه للتجميع مفيش مشكله بالنسبه للريفينيو والكوست اوف جود سولد الديبريسيشن اكسبنس بالتوتال الاليسون اند ماتس ادي توجيزر بيجيبوا مع بعض مفيش مشكله. لكن بالنسبه مثلا امورتيزيشن اكسبنس هنا هنعمل ادي توجيزر كله برضو لان هنا كله ده ديبت. هنيجي بالنسبه للانترست للانترست اكسبنس هيبقى ديبت ديبت وده كريدت يبقى ده هيتعمل سبتراكت 55 بلس 60 ماينس 20 ونحط الاماونت هنا. الايكويتي الماتياس هنا ده بيتعمل ده اليمينيشن انتري خاص بالاي فبيتقفلوا مع بعض وهيبقى هنا ايه دي من النقطه المهمه اللي هيبقى زيرو. الباقي اللي فوق كله تجميع زي ما قلنا. طيب النت انكم النت انكم بناخد الاماونت ده بس ونحطه فين هنا النت انكم الخاص بايه بأليسون. طيب ليه بقى احنا خدنا النت انكم ده الخاص بأليسون ما جمعناش ماتياس لانه اصلا اتجمع فوق يعني احنا جمعنا دي اصلا جمعه خلاص فبدل ما نجمع مرتين والاتنين دول اتجمعوا دول برضو خلاص وبالنسبه لهنا برضو اتجمعت وهكذا ما عدا الايكويتي ماتياس ده اتقفل وبالتالي التجميع تم فوق بتاع الارقام دي وبالتالي ما بيتجمعش مره تانيه فبناخد الاماونت ده بس الاماونت ده بس هو اللي بيتاخد هنا هيبقى 1 مليون 170,000. طيب توين براكتس نيجي بقى بالنسبه لهنا الكلام المهم طبعا الريتيرن ايرنجز هتبقى زيرو كريدت مع ديبت وهيبقى الاماونت ده هو اللي هيتحط بس اللي هو 5 مليون 340,000. بالنسبه للنت انكم نت انكم 960 ما بتاخدش بناخد 1 مليون 170 برضو ده ما بناخدوش. طب ليه ما بناخدوش؟ لانه اتاخد فوق. لو انت عملت ادد ال 630 بلس 350 ماينس 20 يبقى التوتال بتاع الكلام ده كله هو نفس الاماونت فطالما اتحسب فوق ما بيتحسبش تحت. فالاماونت ده كله مرتبط بالايه؟ بالثلاثه دول. خلاص فهناخد الاماونت ده بس هو ده اللي هيتحط فين؟ برضو اللي هيتحط هنا زيه زي اللي فوق هو ده النت انكم هو ده اللي هو ده هو ده 1
100, 1,175,000. هنيجي بالنسبة للديفيدنس، الفيفتي هنا ديبت مع كريدت، يبقى ده بس اللي هيتحط اللي هو 560,000. طب التوتال بناخد برضو الاماونت ده ما بناخدش ده، وقلنا ليه؟ قلنا قبل كده اللي هو 5,950,000. ليه دي ما اتاخدتش؟ لان هي بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه ريتيرن انز، ودي اكسكلودد اهو، ديبت مع كريدت مع ديبت، والنت انكم اتحسب فوق فبرضه اتكنسل، والديبت اتكنسلت، وبالتالي كل الكلام ده كله كانه اتكنسل وما بيتاخدش فين؟ في الحسبان. طيب بالنسبه للبالانس شيت الكاش ادي توجيزر مفيش مشكله، الاكونت ريسيفبلز نفس الكلام، الانفنتوريز نفس الكلام، انفستمنت ان ماتياس لازم الرصيد بتاعها بيبقى ايه؟ زيرو. نيجي عند الاكويبمنت الجامعه مع بعض مفيش مشاكل، البيتنت البيتنت بتاعت أليسون البيتنت اهي، هنضيف عليها اللي هو في الديبت ونطرح اللي في الكريدت، يعني دي هتتضاف ودي هتطرح. تمام، وهنحط الامام بتاعها عشان ما فيش بس مساحه. وكذلك بالنسبه للامبيتنت ايه تكنولوجي اد وسبتراكت. بالنسبة للجود ويل الأماونت ده زي ما هو، الأماونت ده هيتضاف على ده، دول مع بعض وتحط الأماونت هنا. الأكاونتس بيبل التوتال مع بعض يتحطوا هنا. بالنسبة للونج تيرم ديبت هيبقى التو أماونتس دول تمام ماينس وآد على سنة هاي كريدت. الكومن ستوب الاثنين دول مع بعض يروح، هيفضل الاماونت ده. الريتيرن ايرننجز خلاص دول ما بيتجمعوش اللي زي اللي فوق، وده الاماونت اللي بيتحط بس، وبالتالي هيبقى الشكل النهائي هنحاول نجيبه من ال نجيبه من السلايدز دي واحدة، نحاول نجيبه من السلايدز على اساس نشوفه مره واحده. طيب لا ده الشكل ده الباوربوينت، معذره الجزء ده هنعتبره ايه مش موجود. الباقي بقى او الشكل العام هنبقى بنبعته لكم في الموديل انسر، نبعته لكم في الموديل انسر افضل. المهم دي الطريقه والميكانيكيه بتاعه التكنيك.